من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات اتقوا الله حق التقوى وتزودوا من الدنيا الفانية بخير الزاد والتقى واعلموا أنه قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته تقاتل على ما قتل عليه من تلك الأحاديث المتواترة قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون خرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك أخرجه مسلم في صحيحه وأبو عوانة في المستخرج على مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال أخرجه أحمد وأهل السنن والبزار وأبو عوانة وغيرهم من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وعند أحمد في رواية حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم عليه السلام ومن تلك الأحاديث المتواترة في هذا السدد قوله عليه الصلاة والسلام لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة أخرجه مسلم في صحيحه وأبو عوانة في المستخرج وغيرهما من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم وعند أبي عوانة لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين وعند الطبراني لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم صل بنا
فيقول لا إن بعضكم على بعض أمير تكريمة الله لهذه الأمة. أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها تقاتل أعداءها كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين. أخرجه البخاري في تاريخه والفسوي في المعرفة ابن عساكر في التاريخ وصححه الألباني في الصحيحة. وفي الباب عن عمر وزيد بن أرقم وسعد بن وقاص الزهري ومعاوية وغيرهم رضي الله تعالى وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم أخي المسلم، على ماذا تقاتل عليه هذه العصابة؟ الجواب باختصار أنها تقاتل على ما قاتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد والدين بمفهومه الشامل، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكنه خاسف النعل، يعني علي رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح. قال أهل العلم رضوان الله تعالى عليهم في شرح هذا الحديث إن هذا الحديث يدل على المساواة في الحكم في إنكارهما، فيقاتل المتأول التأويل الفاسد كما يقاتل المنكر للقرآن وتنزيله. وقال الإمام إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن فركاح رحمه الله تعالى الظاهر أن المراد بالحق في هذا الخبر أصل الإسلام والتوحيد الذي كان القتال عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الطائفة المنصورة على التوحيد اختلف الناس فيها، فقيل إنهم أصحاب الحديث كما قاله الإمام أحمد في رواية ويزيد بن هارون الواسطي وعلي بن المديني وغيرهم، وقيل هم العباد، وقيل هم المجاهدون في الثغور بأسنتهم، وقيل هم المناظرون عن الحق بألسنتهم، وقيل هم أهل الاجتهاد من العلماء. والذي تدل عليه ظاهر الأخبار أنها الطائفة المقاتلة على الدين. ولذلك أورد أهل العلم بالحديث أحاديث الطائفة المنصورة في كتب الجهاد والسير وأبواب الفتن والمحن، لأن الجهاد عند ذاك عصمة من الفتن والمحن. قال مطرف بن عبد الله بن شخير نظرت في هذه العصابة فإذا هم أهل الشام. قال ذلك لأن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال أهل المغرب ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، وأهل المغرب هم أهل الشام. وفي حديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى الساعة. وفي حديث أبي هريرة وابن السمر رضي الله تعالى عنهما هم أهل الشام. وقد أبدع الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تنقيح مناط المدح والإشادة لأهل الشام، فيقول رحمه الله في حقيقة الطائفة المنصورة في الرواية الصحيحة عنه إنهم أهل المغرب.
إنهم الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل المشركين فهو على الحق. انتهى كلامه رحمه الله. فذكر رحمه الله تعالى أن أخص أوصاف الطائفة المنصورة هو القتال على الدين ومجالدة المشركين والخارجين عنه، وأن كل من قاتل المشركين يشمله المدح النبوي والتنبيه المصطفوي. ورحم الله الإمام أبا داود ما أظرفه وأفقهه حين عقد في كتابه السنن باب في دوام الجهاد، ثم ذكر تحته حديث عمران بن الحسين في الطائفة المنصورة ولم يزد على هذا. وعقد الإمام أبو عوانة رحمه الله تعالى في صحيحه ترجمة رائعة على الطائفة المنصورة فقال: باب بيان إثبات الجهاد وأنه ماض إلى يوم القيامة، وأنه لا يزال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يذبون عن الدين ويقاتلون عنه وينصرون على من خالفهم إلى يوم القيامة. والدليل على أنه لا يظهر عليهم أهل الأديان ونحوه عند القاضي بن العرب المالك رحمه الله تعالى، حيث قال: وأما مدحه عليه الصلاة والسلام للشام عند الفتنة فلأنه كان مأوى الجهاد والرباط، فإذا فسد أهله فسد الناس كلهم، لأنهم إذا تركوا الجهاد ذلوا. ونحوه عند الإمام شرف الدين الطيب رحمه الله تعالى، يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة. وما أظن هذه العصابة إلا الفئة المنصورة بالشام والمغرب، وفيه معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله تعالى من زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله. وإن تنزيل أمثال هذا الحديث على الطائفة المنصورة من أهل الشام أولى وأحرى. انتهى كلامه رحمه الله. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام كثير طيب في هذا السدد في الطائفة المنصورة، بحث نظري وتطبيق عملي. فمن قوله رحمه الله تعالى أنه قال: أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت هم المقاتلون عن دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية لمسلم: لا يزال أهل الغر. قال رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض وغربها، فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين من التر ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة، معروفة معلومة قديما وحديثا. والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم، ولهذا لما هزموا سنة 99 و600 دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله. والكلام ما زال لابن تيمية رحمه الله،
وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له، وهم مطيعون لملك هذه لمن ملك هذه البلاد، حتى ذكروا أنهم يعني أهل اليمن أرسلوا بالصمع والطاعة أي لهؤلاء التتار المشركين. وملك المشركين وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى، وأما سكان أهل الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة، وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله. وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون، وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد، يعني بلاد الحجاز. فلو ذلت هذه الطائفة أي المجاهد والعياذ بالله لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس، لا سيما وقد غلب عليهم وقد غلب فيهم الرفض وملك هؤلاء التتار المحاربين لله ورسوله الآن مرفوض. فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. وأما بلاد إفريقية أي شمال إفريقيا فأعرابها غالبون عليها، وهم من شر الخلق بل هم مستحقون للجهاد والغزو. وأما المغرب الأقصى يعني الأندلس فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك، بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم. لو استولى التتار على هذه البلاد أي بلاد الشام ومصر لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس، لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حربا على أهل المغرب. فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل منه. فمن قفز عنهم أي عن الطائفة المجاهدة خرج عنهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار. انتهى كلامه رحمه الله مع طوله ونفاسته. ولا يخفى عليكم معاشر المسلمين قيمة هذا التفصيل العلمي المرفق بالتطبيق العملي وتقييم العالم عالم الإسلامي آنذاك، ثم تنزيل النصوص على الطائفة المستحقة لذلك. ومن حقنا أن نقيس على هذا قائلين أن الطائفة المنصورة في هذا الزمان هم المجاهدون في سبيل الله، المدافعون عن الحرمات والمقدسات في جميع الميادين والأقاليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، ما زلنا في سدد بيان الطائفة المنصورة وما القول الراجح فيها. وبناء على هذا يقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الشهير بابن الأمير بعد ذكر اختلاف الفقهاء في الطائفة المنصورة، قال رحمه الله: والحق ما قاله جماعة من العلماء أن المراد بهم هم المجاهدون في سبيل الله لتصريح الأحاديث بقوله يقاتلون وبقوله ينصرون ونحوه، وما أطلق فهو محمول على ما قيد،
كيف وقد صرح بأنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين ينزل فيهم هم الذين يقاتلون الدجال، وهو واضح من لفظ الأحاديث في غير موضع، ومن تحريرات شيخ الإسلام الرائعة في تنزيل نصوص الطائفة المنصورة على المجاهدين ما قاله في اجتياح التتار للعالم الإسلامي وتباين مواقف الناس في الدفاع عن حرمات المسلمين. قال رحمه الله: هذه الفتنة، أي اجتياح التتار ومغازيهم على المسلمين، هذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة، وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين، والطائفة المخالفة، وهم هؤلاء القوم، ومن تحيز إليهم من قبالة المنتسبين إلى الإسلام، أي الطائفة المخالفة للمجاهدين، والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم أي التتار، ومن تحيز إليهم من قبالة المنتسبين إلى الإسلام، والطائفة المخذلة أي الثالثة، والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيح الإسلام، فلينظر الرجل أين يكون، أمن الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة، فما بقي قسم رابع. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا: وتبين فيها، أي في فتنة التتار، الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصرة الدين، حزب مجتهد في نصر الدين وهم المجاهدون، وآخر خاذل له وهم القاعدون، وآخر خارج عن شريعة الإسلام وهم المرتدون والزنادقة والتتار. انتهى كلامه رحمه الله. أقول باختصار شديد: إنما قاله الأئمة الأعلام ينطبق تماما على الطوائف المجاهدة في العالم الإسلامي، فإن انتصارها انتصار للمسلمين وانهزامها على المسلمين ضرورة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرهم وأن يهزم أعداءهم من الكافرين والمنافقين. وفي الختام أنقل من درر شيخ الإسلام نطفا غاية في الحسن والكمال، قال رحمه الله تعالى: إنه لا تتم مصلحة أحد من الناس إن لم يذب عن نفسه وأرضه، فلا بد لكل إما أن يقاتل وإما أن يذل لمن يقاتل، فمن لم يقاتل في سبيل الرحمن قاتل في سبيل الشيطان أو كان متهورا مع هؤلاء أو هؤلاء. ومعلوم أن كونه عزيزا خير من كونه ذليلا، ولا بد من موت الخلق كلهم، وخير الموت القتل في سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يخفى معاشر المسلمين والمسلمات أننا ابتلينا بطائفة مخذلة في هذا الزمان ترى الجهاد في سبيل الله ضررا، قطع الله دابرها وأراح الأمة من شرها، ولعل ذلك شذرة من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب العاجم حب الدنيا، سنتهم سنة الأعراب، ما أتاهم من رزق جعلوه في الحيوان، يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرما. أخرجه الطبراني في الكبير، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة.
ثم قال رحمه الله تعالى معلقا: وهذا من علام صدقه ونبوته عليه الصلاة والسلام، فإن ما فيه من الغيب قد تحقق في هذا الزمان، والله المستعان. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي جزيرة العرب وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم جدد نصرنا واجبر صدعنا، اللهم اجبر صدعنا وجدد نصرنا. اللهم ألف ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.